للتعليق حول الشان السوري ينضم الينا من اسطنبول عبر الهاتف مدير مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ عمار تباب. اهلا بكم استاذ عمار الى هذه الجوله الاخباريه. يعني قوات النظام تستأنف القصف على الغوطه بعد يعني ما قطعت اوصال الغوطه لثلاثه اقسام. ما هدف النظام من معركه الغوطه بعد تقسيمها والاتفاق بين جيش الاسلام وروسيا بخروج الجرحى من مدينه دوما؟ لا، منذ مطلع العام الجاري حقيقة من الواضح أن النظام ينتهج سياسة إلغاء جيوب المعارضة في المناطق التي يسيطر عليها. هناك عدة جيوب للمعارضة وهي مناطق مغلقة، وهو ما يقصد به بالجيب. منطقة الغوطة أحد هذه المواقع، إضافة إلى منطقة جنوب دمشق ومنطقة شمال حمص. النظام الآن يحاول تفريغ جيب جيب، يعني يحاول السير ببطء من أجل استكمال عمليته العسكرية على هذه المناطق. نجد هناك بعض العمليات في الشمال أو في الجنوب، النظام يعني يريد منها فقط إثبات الوجود ولا يريد منها فتح مجال لعمل عسكري في تلك المناطق في الفترة الحالية. ولكن في هذه الجيوب التي تتحدث عنها وبالغوطة الشرقية التي يستمر النظام بحملته عليها، يحاول النظام أن يخلي هذه المناطق من جميع سكانها. يعني هناك عملية تغيير ديموغرافي حول العاصمة دمشق، هناك عملية يعني ضغط على السكان من أجل إخراجهم. القرار الأممي الذي صدر بسبب الغوطة الشرقية والذي يستهدف هدنة مؤقتة فيها لمدة شهر، كان هذا القرار أيضا يعني يستهدف الإمعان مع النظام في سياسة التهجير التي ينتهجها. أنت عندما تصدر قرار لأناس يتعرضون للقصف اليومي، يتعرضون لمحرقة في سوريا، وتقول لهم أننا بعد شهر سنأتي إليكم، إذن أنت تطالب هؤلاء الناس بإخلاء مناطقهم. النظام أيضا يطالب هؤلاء الناس بإخلاء مناطقهم. كان يطالبهم بإخلاء مناطقهم أم يقوم بقتلهم في عمليات القصف التي لا تهدأ؟ يعني النظام يعني هو لا يهمه عدد الضحايا الذين يسقطون جراء هذه العمليات، ولكن المؤدى الوحيد الذي يريده النظام هو إخلاء هذه المناطق من الفئة الحاضنة للثورة الشعبية التي انطلقت منذ 7 سنوات. ولكن اليوم المجتمع الدولي يشارك النظام في هذه الحملة. روسيا تشارك بعتادها، المجتمع الدولي يشارك بقراراته، كل الدول المحيطة تشارك في الهجمة على الشعب السوري. هناك عملية تصفية للفئة الحاضنة للثورة التي انطلقت. لماذا أستاذ عمار، لماذا وافق جيش الإسلام باتفاقه مع روسيا بإخراج الجرحى من مدينة دوما دون بقية المناطق التي يوجد فيها العديد من الجرحى أيضا، ودون أن يكون هناك اتفاق مع بقية الفصائل؟ أنت ذكرت في تقريرك أن النظام استطاع خلال عملياته الأخيرة تقطيع الغوطة إلى ثلاثة جبهات. هذه الجبهات كان يقصد منها النظام قبل التقطيع الجغرافي للمنطقة هو تقطيع فصائل للمنطقة. للأسف كانت الفصائل فصائل متقاتلة في الغوطة، وهذه أكبر الثغرات التي وقعت فيها فصائل المعارضة في تلك المنطقة. هناك فيلق الرحمن وهناك جيش الإسلام، فالنظام استطاع أن يفصل بين هذه القوى. كانت حجة النظام بالدخول إلى هذه المنطقة وجود عناصر لجبهة النصرة أو تحرير الشام حاليا. تم إخراج هؤلاء العناصر من خلال التفاوض مع النظام، ولكن النظام يستمر بعمليته من أجل إنهاك الحاضنة الاجتماعية. يعني هل يستطيع جيش الإسلام وفيلق الرحمن كل لمفرده، هل يستطيع حماية المنطقة أو القسم الذي أصبح تحت اليوم تحت الضرب في المناطق؟ بالتأكيد لا يستطيع حماية المنطقة. بعد اتفاقات الأستانة للأسف استطاع النظام أن يقيد المعارضة ضمن مناطقها، بالتالي فقط منع عنها التمويل، وخصوصا في هذه الجيوب المغلقة التي نتحدث عنها. هذه الجيوب المغلقة يعني ليست على القدر الكافي من التسليح لتطلق عمليات مفتوحة ضد النظام، إضافة إلى أن النظام في العاصمة دمشق هناك منطقة سكانية مكتظة، والمعارضة حتى الآن لم تتصرف كتصرف النظام وتعتدي على المدنيين.
حتى القذائف التي تسقط على العاصمة دمشق هي لا تخرج من الغوطة، بل إنما تخرج من ذات المناطق التي تخرج منها القذائف على الغوطة. نعم. النظام يحاول حشد الحاضنة الاجتماعية التي ضمن سيطرته في دمشق، إضافة إلى قتل الناس في الغوطة. اليوم يعني فتح النظام وفتحت روسيا هدنة عبارة عن 5 ساعات من أجل إخلاء الجرحى كما قيل، ولكن هي يقصد منها إخلاء المناطق من سكانها. هم يريدون أن يضغطوا من خلال القصف ويفتحون معابر للخروج خارج الغوطة، وبالتالي السيطرة عليها. يعني اليوم الغوطة تعرضت لمجزرة سكت عنها العالم صراحة. نعم. يعني مجلس الأمن اليوم يعقد جلسة فيما يخص موضوع سوريا والغوطة الشرقية، يعني ما الذي برأيك سيخرج عن مجلس الأمن؟ يعني الشيء الوحيد الذي سيخرج عن مجلس الأمن هو تثبيت مواقع السيطرة، إذا خرج تثبيت مواقع السيطرة بعد 3 أيام حين يكون النظام قد انتهى من عمليته العسكرية وتكون المناطق استعادها النظام بشكل كامل. يعني مجلس الأمن تتناسب قراراته مع سيطرة النظام لا أكثر. نعم، الأستاذ عمار تباب مدير مركز إبعاد للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.